أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: بعض الأئمة يقرأ القرآن من أوله في الصلاة الجهرية إلى نهاية، يقرأ كل يوم منه قدرا معينا إلى أن يختمه بالناس، ويأخذ هذا الفعل منه قرابة 8 أشهر إلى سنة. والبعض يقول إن هذا العمل من الإمام من البدع، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ الأولى أن يتجنب هذا الشيء، لأن هذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يتابعون قراءة القرآن من أول القرآن إلى آخره في الفريضة. وكوننا نحدث شيء لم يفعله السلف يخشى أن يكون من البدع، فنحن لسنا أحرص على الخير وأسبق إلى الخير من السلف الصالح، فالأولى تجنب هذا العمل، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، إما من المفصل هذا أحسن، أو يقرأ من سائر القرآن ما تيسر، ولا يرتب هذا ترتيبا من أول المصحف إلى آخره، فإنه يخشى أن يكون هذا بدعة أو شبيها بالبدعة. ولأن هذا يخشى أن يندرج على الناس على أنه سنة، يظنون أنه سنة، فيعتقدون سنة ما ليس بسنة، ويشق هذا على الناس وعلى الأئمة، يتخذ هذا سنة فيشق. والدين على التيسير ولله الحمد، فالأولى تجنب هذا الشيء، وأن الإنسان يقرأ في صلاة الفجر ما تيسر من غير ترتيب، إنما هذا في صلاة التراويح في رمضان. ذكر العلماء أنه ينبغي ويستحب، يستحب له أن يسمع المأمومين القرآن من أوله إلى آخره، وهكذا كان الصحابة يفعلون، كانوا يختمون القرآن في التراويح والتهجد في رمضان، ويسمعون المأمومين القرآن من أوله إلى آخره، هذا في التراويح. والذي عنده قيام ليل في غير رمضان ويقوم من الليل لا بأس أنه يرتب ويختم القرآن في كل شهر مرة، في كل 10 ليالي مرة، في كل 3 ليالي مرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك. هذا في صلاة الليل، يعني يتابع القرآن ويختمه. لكن العجيب أن بعض أئمتنا يعكسون، يتثاقلون ختم القرآن في التراويح في رمضان، ويستسهلون ختمه في الفرائض. هذا من العجيب. فالأولى مثل ما ذكرنا أن يكون هذا في صلاة الليل، وأما الفرائض فيقرأ فيها ما تيسر، تيسيرا على الناس وتيسيرا على الأئمة، ولئلا يظن أن هذا سنة فيشق على الناس. نعم.